بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس بي تي. وصلنا للسؤال 20 من اختبار علوم التربيه مباراه التعليم 2023. تهتم ديناميه الجماعه بالظواهر التي تحدث داخله، واش الجماعات الصغرى، الجماعات الكبرى، الجماعات الممتده، الجماعات المركبه. فهنايا فاش كنقولوا ديناميه الجماعه، ردوا معايا البال مزيان وغادي نعطيكم واحد ليكزامبل بالمدرسه، مفهوم؟ بحال مثلا المدرسه ككل هي جماعه، كتسمى جماعه كبرى، والاقسام داخل المدرسه كتسمى تلك الجماعات الصغرى، مفهوم؟ مثال مثلا الجماعات الممتده بحال الجماعات اللي كنلقاوها بحال مثلا واحد الحزب عنده مجموعه من الجماعات في جميع ربع الوطن او في جميع مثلا الدول او الى واحد التنظيم. وكاين الجماعات المركبه، هي الجماعات التي تحتوي على عده فصائل مقسمه الى فصائل الى اخره. احنا عندما نتكلم عن ديناميه الجماعه تهتم بالظواهر التي تحدث، راه كنقصدوا بدينا فاش كنبغيو ندرسوا ديناميه الجماعه كنقصدوا على كنهضروا على جماعه الفصل الدراسي، واللي فيها واحد المرشد كيعلم واحد الاطفال اللي ما اقل من سنين، وبالتالي نتكلم عن الجماعات الصغرى هكا باش نحسموا في هاد. اذا الجماعات الصغرى هو الاقتراح الصحيح اللي هو الاختيار. ها نهايه هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.